جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا سائل يقول: كيف نوفق بين قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات؟ لا تعارض بينهما. المكاره اللي ما تصل إلى حد الحرج، المكاره اللي ما تصل إلى حد الحرج. النفس تكره أنها تقوم تصلي من الليل، وتكره الذهاب إلى المسجد، وتكره القتال والجهاد في سبيل الله، النفس تكره هذا. وهذا من أعمال الجنة، النفس تكره الشيء اللي لا يناسبها ولو كان من أعمال الجنة. المكاره يعني مكاره النفوس، أما الأشياء الشاقة والتي لا تستطاع، الله جل وعلا وضع الحرج عن الأمة. إذا كان الإنسان ما يستطيع يصلي وهو قائم، يصلي وهو جالس. إذا كان ما يستطيع يصلي جالس، يصلي على جنب. إذا كان يستطيع يصلي بالمسجد مع الجماعة يجب عليه. إذا كان ما يستطيع لمرض أو لخوف، يصلي في بيته. مرفوع عن الحرج والحمد لله. نعم.